بعد السلام عليك سلام ورحمة الله. لقد وجدت شمعا في أحد المساجد مرات فأخذته وأعطيته لبعض الأخوات أو الإخوان اللي ما عندهمش ضوء، هل أنا ما فعلت جائز شرعا؟ هل أشتريه وأرجعه إلى مكانه، مكان الأحذية؟ إذا المكان الأحذية ربما يكون ديال شي حد، مش تا ديال المسجد، شي واحد جا وحطه على أي، قد يكون المسجد فعلا وخاصة إذا كان مسجد صغير احتياطا، قد ينقطع التيار الكهربائي مثلا، قد يكون. ففي هذه الحالة لا ينبغي أخذه، لأنه مسجد، هذا مش ضريح، لو كان ضريح غير خودي، لكن هذا مسجد، لأنه لا يضاء على الميت والحي ليس له ما يستضيء به، لكن هذا بيت الله قد تكون ضرورة. فعلى أي إن كان، طبعا ما عرفت حكما ووقعت في شبهة، أرجو أن لا يكون بأس في هذا التصرف، وإلا مرة أخرى الإنسان ما يزربش وما يخش في واحد الحاجة اللي ماشي دياله وماشي في المكان الذي يعصى فيه الله، فكونه في المسجد لا يؤخذ. وإن كان أحيانا قد يكون إنسان مسكين اللي في بيته ما عنده شيء، إما بركة إما بيته ما عنده شيء لظروف معينة، ما عنده شيء باش يخلص الدولة، ما عنده شيء، لا إله إلا الله، يكون هو في أمس الحاجة إليه من المسجد، لأن المسجد له ناس كثار وهذاك البيت ما فيه غير هذاك اللي ما عندوش، ممكن في هذه الحالة هذه يقدم له. إن كان اجتهدتي من هذا الجانب فلا بأس، خفتي من الإثم وتشتريه وترده لبلاصته ما كاين بأس، تمشيش حاجة كبيرة أيضا، فالحل واضح والحمد لله.